السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. من ضيق المذهب إلى خازوق الطائفية ينقل الحوثيون أنصارهم، ومن رحاب الثقافة اليمنية إلى ضيق المفاهيم الخمينية أيضا ينتقلون. يسير الخمينيون الجدد حذو القذة بالقذة على خطى ملال إيران بأزياء يمنية أصيلة وعقول خمينية خالصة، عقول خاوية عجزت عن إقناع الشعب بأفكارها فلجأت إلى قوة السلاح وجبلت أو حملت الكثير وغطت الكثير من أنشطتها بمسميات ظاهرها الخير وباطنها الشر والظلام. تستقطب الأطفال مثلا تحت ما يسمونها المراكز الصيفية ليكتشف أولياء الأمور من المغرر بهم ليس من أصحاب العقائد منهم أنها مراكز طائفية لا تحفظ القرآن الكريم وإنما تحفظ قسم الولاية المزعومة للمختفين في كهوف الفتنة والضلال. فما خطورة الترويج الحوثي للمناشط الطائفية المستوردة من نظام ملال إيران؟ وما الذي تخفيه حقيقة ما يسمونها المراكز الصيفية التي يغرر الحوثيون بها على الأطفال؟ وكيف يمكن مواجهة الشحن الطائفي الحوثي وتوعية المجتمع بمخاطره الحالية والمستقبلية؟ قسم الولاء لميليشيات الحوثي وارتباطه بخميني إيران موضوع حديثنا وتسليطنا الضوء وتغطيتنا لهذه الحلقة من برنامج مستقبل وطن. وهذا الموضوع أناقشه مع عضو منسقيات علماء ودعاة اليمن وعضو جمعية علماء اليمن الشيخ محمد راجح، وهو أيضا أحد علماء ووجهاء محافظة إب. شيخ محمد أهلا وسهلا بك. حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام ومرحبا بكم جميعا. أهلا وسهلا بك، حياك الله. نحن سعيدين بك ضيفنا اليوم معنا في برنامج مستقبل الوطن في هذا الموضوع المهم والخطير. ميليشيات الحوثي يعني أصبحت تسرح وتمرح في المناطق التي سيطرت عليها، قهرت الناس بقوة السلاح وبدأت تحت هذا الوضع تغذيهم بأفكارهم الطائفية. لعلك شاهدت، دعنا نبدأ بهذا الحدث الذي تم تداوله على مستوى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولقى استنكارا كبيرا من قبل اليمنيين، وهو عملية القسم، قسم الولاء الذي أطلقه أو لقنته امرأة لمجموعة من أتباع الحوثي في ساحة وباحة جامعة إب في حالة يعني مستهجنة، واستغربها كثير من الناس على أبناء إب خصوصا. ما تعليقك عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وأنا أشاهد هذا المقطع ذكرني بما رواه البخاري وأحمد من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأنت ترى امرأة مسكينة ضعيفة ليس تقليلا من قدر النساء، حاشا لله، ولكن لا يمكن لامرأة بعاطفيتها بضعفها بأنوثتها إلى آخره أن تلقن رجالا وأن يرفعوا أيديهم وهي تصرخ في أوساطهم مخالفة في ذلك العادات والتقاليد والقبيلة والمروءة، ومخالفة في ذلك يعني نهج المجتمع وثقافة المجتمع وعقيدة المجتمع، وتلقن الناس وكأنها تدخلهم في الإسلام عياذا بالله، وتزيد الطين بلة حينما تدعي الولاء لله عز وجل وقد فجروا مساجد الله ودور تحفيظ كتاب الله جل وعلا، وتدعي الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات، ثم تدعي الولاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أول من قاتل السبئية الذين ألهوه وتشيعوا له بالباطل،
وصموه ووصفوه بالإله، وقاتل الخوارج، وقاتل كل من خرج على نهج كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزيد الطين بلة حينما تختمها بالحوثي وترفع رأسها بأنه هو سيدها وأنه هو مولاها. صيغة القسم هذه دعنا نتوقف عندها شيخ قليلا، وبإمكان أيضا المخرج أن يعرضها لنا حتى نعلق عليها. بالأخير هذا قسم الولاية، الكثير يتحدث على أنه مستورد من ملالي إيران ودخيل على اليمن وثقافتهم. طيب نتابع سويا هذا المقطع أولا. ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى من أمرتنا بتوليهم ونتولى العالم القائد سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ونبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء. إذن هذا يعني في ساحة وحرم جامعة إب، وفي كثير من أبناء إب ومن الحوثيين الذين أتوا من خارجها. على كل حال قد يكونون من خارجها أو من داخلها ممن تحوث لمصلحة رغبة أو رهبة، وهذا وارد، لكن المشكلة أنهم إنما يرددون هذا الشعار من أجل أن يقفوا على آخر فقرة وهي الطاعة العمياء لسيد كهوف مران المظلم عبد الملك الحوثي أخزاه الله. فالمسألة وراء الأكمة ما وراءها، وإلا فقل لي بربك من ذا الذي لا يتولى الله، والله جل وعلا يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فجميع المؤمنين على وجه الأرض يتولون الله بالعبادة له سبحانه وللنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والطاعة ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالولاء والمحبة والإنقياد ولأبي بكر وعمر وعثمان وللمهاجرين والأنصار ولكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم أيضا انظر إلى الفقرة التي بعدها أنهم يتبرؤون ممن يزعمون أنه كفر بالله، وهذه إشارة واضحة إلى تكفير المسلمين وتكفير أهل الإسلام وأهل اليمن إلا من كان مواليا وذيلا وتبعا لكهف مران، فإنه هذا هو المسلم عندهم وهذا هو المؤمن عندهم. وهنا تتجلى العنصرية بأخبث صورها وأنتني أشكالها، وتتجلى المذهبية وتتجلى السلالية البغيضة الخبيثة، وتتجلى إهانة هذا المترنم وهذا المردد حينما يجعل نفسه تبعا لرجل مثله أو دونه بهذه الطريقة الإرهابية الوحشية الصنمية للأسف الشديد. يعني بالأخير يعني يجمعون الناس ويحشدونهم ويغسلون أدمغتهم ليكونوا تبعا لشخص وموالين لشخص، وكل ما يصدر من هذا الشخص ربطوه بمعتقدهم وأفكارهم وأطروحاتهم برسول الله وبالله عز وجل، وتحدثوا عن قرآن ناطق. ما خطورة مثل هذه المصطلحات وخطورة مثل هذه الأساليب على أفكار الناس، وكيف جعلتهم يستمرئون مثل هذه الأعمال؟ لو نظرنا إلى واقع هذه الجماعة لوجدنا أنها أكبر جماعة حاربت القرآن وحاربت السنة وحاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربت نساء النبي أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وحاربت دور التحفيظ وحاربت المسلمين وذبحت من المسلمين الآلاف المؤلفة بل وأكثر من ذلك عبر التاريخ، ونجد أنهم مع ذلك يرفعون شعار القرآن والقرآن بريء منهم، إذ أنهم لا يعرفون من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه لا أقل ولا أكثر، بدليل أنك لا تجد واحدا منهم حافظا لكتاب الله جل وعلا أو يستطيع أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أو أن يعرف أحكام القرآن العظيم، بل تجد أن هؤلاء لا يتحدثون أن لديهم مفسر ولديهم قرآن ناطق ولديهم ملازم أيضا لحسين بدر الدين الحوثي تفسر القرآن. هم يأخذون القرآن على ضوء أفهامهم الظلامية، يأخذون القرآن على فهمهم
الذي يقوم على سب الصحابة ويقوم على سب أمهات المؤمنين ويقوم على بث الشبهات ويقوم على التشكيك بدلالة القرآن العظيم ويقوم على إنكار السنة النبوية ويقوم على الطعن بأعراض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقوم على بناء القبور والأضرحة ويقوم على الولاء للجماعة المعروفة بعبدة النار الذين هم خلص العجم من الفرس المعروفين بالصفويين. فالحقيقة أن أخذهم للقرآن ما هو إلا وسيلة لترويج أباطيلهم، وإلا قل لي بربك كيف يكونون من أهل القرآن وهم يفجرون في اليمن مئات المساجد؟ كيف يكونون من أهل القرآن وهم يفجرون دور تحفيظ القرآن؟ كيف يكونون من أهل القرآن وهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان؟ كيف يكونون من أهل القرآن وهم يدمرون ويقتلعون جامعة الإيمان ويقتلعون ويدمرون مركز دماج ويقتلعون ويدمرون مئات المراكز؟ كيف يكونون من أهل القرآن وهم يدخلون إلى المساجد ويغتصبونها ويقتحمونها ويعيثون فيها فسادا ودمارا وخرابا ويمضغون فيها القات ويمارسون فيها الأمور الإجرامية ويجعلونها ثكنات عسكرية؟ كيف يكونون من أهل القرآن ومع ذلك هم يذبحون المسلمين في كل مكان؟ كيف يكونون من أهل القرآن وهم يثبتون ولاءهم ويقتلون أهل الإسلام؟ بالله عليك، هل أهل اليمن خرجوا عن الإسلام حينما كانوا شوافع أو زيود؟ هل خرجوا عن الملة حينما كانوا على قلب رجل واحد يتصاهرون يتزاوجون يتحاببون يتواددون، يعني يلتقي بعضهم ببعض، حتى يأتي غلام من ران ثم يلقنهم وكأنه يلقنهم الشهادتين وكأنه يدخلهم الإسلام من جديد وكأنه والعياذ بالله يدخلهم جنة الخلد؟ يا جماعة، إذا كان هذا واقع هذه الجماعة التي دمرت الأخضر واليابس، التي أفسدت الدين والدنيا، التي قتلت الألوف المؤلفة، التي نهبت أموال الشعب، التي نهبت مدخرات البنك المركزي، التي أخذت يعني أخذت رواتب الموظفين، التي جعلت اليمن تحت الحضيض، التي دمرت البنى التحتية، التي عاثت في الأرض فسادا، فبالله عليكم إذا كان هذا واقعهم في دنياهم في حياتهم في حكمهم في نظامهم، المشرف يتمتع بالمليارات والملايين والموظف من أبناء الدولة يموت جوعا والشعب يتلظى في جحيم الأسعار، إذا كان هؤلاء يأخذون هذه العقلية وينهبون النفط وينهبون المشتقات النفطية والغاز ويبيعون البترول في الأسواق السوداء ويمارسون جميع أنواع الإجرام ويمارسون السجن والاعتقال والاختطاف ويمارسون أيضا اقتحام البيوت وتفجير البيوت ويمارسون نهب التجارات والمصالح العامة والأسواق ويزرعون المفخخات ويزرعون الألغام ويزرعون الموت ويبنون المقابر ويحشدون الجنائز ويقتلون الناس ويقتلون الأبرياء؟ فأي عقلية هذه؟ أي دين هذا؟ أي منهج هذا يعيشه هؤلاء بخلال 3 سنوات أو 4 سنوات؟ رد اليمن إلى الخلف أكثر من 1000 عام، ردوا اليمن إلى خلف الخلف، جعلوا اليمن مسخرة أمام العالم، جعلوا اليمن مأساة بكل معانيها، جعلوا اليمن جحيما ونارا ومجزرة ومقصلة أبادوا فيها الأخضر واليابس. فلا للدين أقاموا ولا للدنيا أصلحوا، فلا أصلحوا الدين ولا الدنيا، فأي جماعة هذه؟ أفلا تعقلون؟ هذه الجماعة أيضا لديها أنشطة، لديها مسميات، جزء منها هذا القسم، قسم الولاء الذي يزعمونه والذي يحاولون أن يقدمونه عبر وسائل إعلامهم حتى يكون مألوفا لدى الناس وحتى تتكرر مثل هذه الظاهرة هنا وهناك. وفي الحقيقة هم أتباعهم وهم من يقسمون، وقد أقسموها سرا ويقسموها الآن علنا، لكن أيضا لديهم وسائل يعني يقدمونها للمجتمع على أنها أو بمسميات جميلة، من ضمنها المراكز الصيفية ومراكز تحفيظ القرآن. إلى أي مدى هذه المراكز أيضا تسير على الطريقة على مسمياتها الحقيقية، تحفيظ قرآن كريم، مراكز صيفية، أما هناك
انحراف لهذا الأمر، وإذا كان التقرير جاهزاً بإمكان المخرج إبلاغه. على كل حال ينبغي أن نعلم أن القرآن بريء منهم، وأن الإسلام بريء منهم، وأن الدين بريء منهم براءة كاملة، لأننا نقول لكم إنهم يعتمدون القرآن الناطق وهو الحوثي. عندهم القرآن المكتوب وهو كتاب الله، وهم بعيدون عنه بعدا كاملا، والقرآن الناطق المتكلم وهو الحوثي، وهو المعول عليه في مذهب هؤلاء. وما قصدوا بهذه المراكز ولا بهذه الدورات ولا بهذا الإنتاج العلمي ولا بهذا التغيير لمناهج الدراسة إلا ليطوعوا اليمن أرضا وإنسانا إلى أن يعبد الحوثي من دون الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يقبل كلام الحوثي جملة وتفصيلا. ولهذا نلاحظ أن هذه مقبلات وأنها مراحل فقط لا أقل ولا أكثر. يعني من قبل كانوا يكتمون ويدعون أنهم ليسوا أعداء للزيدية ولا للشافعية، وأنهم يريدون مصلحة اليمن، ثم إذا بالمصائب تظهر يوما بعد يوم. يعني الآن تصور القسم الولائي الإيراني الصفوي الفارسي الوثني، بعدين فيما بعد يعني ربما يظهر وقد ظهر الخمس، وربما يظهر قريبا المتعة، وهكذا وهكذا يتدرجون حتى يصلوا إلى مرادهم، مما يستوجب على الأمة اليمنية والأمة الإسلامية جميعا أن يقفوا لهذا الفكر البعيد عن الإسلام، البعيد عن الحضارة، البعيد عن التعايش السلمي، البعيد عن الثقافة، البعيد عن الرحمة، عن الأخوة، عن المواطنة. هذا الفكر العنصري الوثني، هذا الفكر الذي يعيش على امتصاص أموال الناس وأخذ أموال الناس وأكل أموال الناس وقتل الناس وإبادة الناس وإذلال الناس وإخضاع الناس بالباطل. طيب سنناقش أيضا مع كيف يمكن مواجهة مثل هذه الأفكار الدخيلة والأفكار أيضا الخمينية إن صح التعبير، وتقديمها للمجتمع اليمني، وما دور فئات المجتمع المختلفة في مواجهتها. دعني هنا أشرك معي في هذا الحوار وأرحب بالدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد أهلا وسهلا بك دكتور. يا مرحبا، حياكم الله دكتور محمد. دعني قبل أن أبدأ معك، وقد تأخر موعد التقرير قليلا، أن نستمع وإياك وضيفي هنا الشيخ محمد راجح عضو منسقية علماء ودعاة اليمن وعضو جمعية علماء اليمن لهذا التقرير، من ثم نتحدث سويا حوله ونتابع سويا التقرير. كل تأخير في الحسم يوسع الخرق على الراقع ويمنح إيران مزيدا من الرقعة الجغرافية على المدى البعيد، تحليل يجمع عليه مراقب تطورات الوضع في اليمن. فإيران التي تريد للحوثي أن يكون طعنة قاتلة في القلب لا مجرد طعنة في الخاصرة، تمضي نحو تحقيق هذا الهدف في مسارين متكاملين، مسار مواجهات عسكرية تهرب فيها طهران من ميدان الهزيمة إلى طاولة المفاوضات كي تمنح قبلة الحياة لميليشياتها التي تهدف لمنح أرض القبلة مخطط الموت. أما المسار الآخر وهو وفق مراقبين المسار الأشد خطورة، فيتمثل في فرض الميليشيا لأفكارها الطائفية بقوة السلاح. وإذا كان ممكناً القول إن الجيل الحالي ينتفض في وجه الميليشيا بمجرد وصول طلائع الجيش الوطني لأي منطقة، فإن جيل الطفولة سيكون حاله على العكس من ذلك، إن وجدت ميليشيا إيران مزيد وقت لاستكمال مخططها الإجرامي في عقول البراءة. الحديث عما تفعله إيران في اليمن من ناحية فرض الطائفية لم يعد حديث تخوفات، فالمشاهد المنقولة من فعاليات الميليشيا الحوثية لم يعد المتابع يستطيع تمييزها عن تلك التي تجري في إيران سوى بالزي اليمني. ونتولى رسوله، ونتولى الإمام علي، ونتولى من أمرتنا بتوليهم، ونتولى العالم القائد سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونبدأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك.
أقسمنا الولا قائدا نحو العلا لك أقسمنا الولا قائدا نحو العلا لك أمري قائدي خامنئي لك أمري قائدي خامنئي. والبكائيات واللطميات وإعلان الولاء للفرد لا للوطن باتت روتينا يوميا تجاوز المساجد والمراكز الصيفية والدورات الطائفية ليصل إلى حرم الجامعات. فالجامعات التي كانت منابر ثقافة باتت تحتضن فعاليات الخرافة التي تهتف بالولاء لخامنئي وأذياله، وخلف الهتافات يكمن الأخطر القادم. أدركت إيران من البداية إذن ماذا تريد، وهي وفقا لذلك تدفع ميليشياتها لتنفيذ ما تريد. ووفقا لمخطط طهران فاستهداف العقول لا يقتصر على تغيير المناهج واستبدال مدراء المدارس، بل هو مخطط شامل باتت الميليشيا تسخر لتنفيذه كل ما يقع تحت سيطرتها، إدراكا منها إن الزمن هو أقوى أوراقها. فكل تأخير في انتزاع الجغرافيا من يدها يمنحها فرصة لجعل التاريخ المستقبلي أقوى سلاح بيدها. فأخطر ما تواجه المنطقة جيل يتعرض لاختطاف العقل اليوم ليختطف لإيران كل المنطقة في المستقبل القريب. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. جدد ترحيبي بضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، وأشكره على الانتظار. دكتور محمد، تابعت يعني ما تم تداوله عن قسم الولاء لميليشية الحوثي الذي كان في ساحة وباحة جامعة إب، وربما هذه الجامعة لم تشهد مثل هذه الأعمال الطائفية منذ تأسيسها، ما تعليقك عليها؟ طبعا هذا يصب في المحاولات الحوثية لتغيير وجه اليمن. نحن لو عدنا إلى الوراء لوجدنا أن الحوثيين يسيرون على هدى من كان قبلهم، إنجاز أن نسمي أعمال من كان قبلهم بالهداية. الإيرانيون عندما جاء الصفويون وهم أصحاب الملك في إيران لفترة طويلة بعد الإسلام، جاء أول حكام إيران من الصفويين إسماعيل الصفوي، وحول مذهب إيران السني إلى المذهب الشيعي وهو مذهب أقلوي. وأسرة إسماعيل الصفوي هي بالمناسبة ليست أسرة إيرانية وإنما أسرة تركية كانت متشيعة، فرضت التشيع بالقوة، حتى أنه أرغم أمه، وقيل إنه قتلها عندما لم ترضى بمذهبه الجديد. إذن إيران أو هذه العقلية عقلية تحويل المجتمعات بالقوة، هي أصلا ليست عقلية يمنية ولا عقلية عربية، لأن الغالب في اليمن وفي الفكر العربي لا تتخذ القوة من أجل الإجبار على تغيير المعتقد، هذه قادمة من إيران. وبالتالي عندما نعود إلى التاريخ اليمني نجد أن المحاولات المستمرة لأنظمة الأئمة السابقة قبل 62 في اليمن الشمالي تحديدا قبل الوحدة كانت تقوم على هذا الأساس، على أساس فرض الطائفية بالقوة، وكانت الأئمة تسفك الدماء، والتاريخ معروف من الدماء المسفوكة 100,000 من المطرفية على الرغم من أنهم زيدية، قتلهم عبد الله بن حمزة لمجرد أنهم وهم الزيدية لا يؤمنون بالشر الموجود لدى الهادوية وليست الزيدية بحصر الإمامة في البطنين، وهو الشرط الذي أدخله زورا وكذبا وبهتانا على الدين وعلى المذهب الزيدي الإمام الهادي يحيى ابن الحسين في صعدة. المكان الذي كانت فيه الفعالية اليوم أيضا محافظة إب، هذا في هذه الفعالية نوع من الاستزاز الطائفي، لأن هذه المحافظة إنجاز أن نقسم اليمن طائفيا ونتحدث بهذه اللغة، هي ليس لها حاضنة شعبية للأفكار الطائفية الحوثية. فمحاولة استهداف رمز الأكاديمية اليمنية بهذه الصورة المستفزة فيها نوع من الجرأة والوقاحة واستفزاز مشاعر الناس. ومعلوم أن هذا الشعار أو هذا القسم وليس قسما حتى زيدي،
حتى يقال أن المسألة فيها إحياء للزيدية كما يقول الحوثيون التي حاول أعداؤها طمسها. هذا قسم وشعار إيراني واضح، لأن الله سبحانه وتعالى، وهنا يتجلى الكذب على الله في هذا الشعار عندما يقول الشعار أو القسم: اللهم إنا نتولاك ونتولى من يتولاك ونتولى رسولك عفوا ونتولى الإمام علي ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي. اللهم إنا نعادي من يعاديك ونعادي من يعادي الإمام علي ونعادي من يعادي من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذا كذب على الله. ما هو النص؟ أين النص الذي أمر الله فيه بتولي عبد الملك بدر الدين الحوثي؟ مع النص نص الشعار واضح بأن الله أمر بتولي عبد الملك الحوثي. إذن هذه الجماعة التي تمارس الكذب لا تستحي من أن تكذب على الله ولا على الناس ولا على النبي ولا على الإمام علي. هذه جماعة مندفعة متهورة. والشيء الغريب أيضا أن رئيس الجامعة الذي يفترض أن يكون تكون لديه مصداقية أكاديمية وأن يحترف أو أن يحترم ميثاق شرف الأكاديمي كان في مقدمة من يرددون هذا الشعار. وكذلك من ضمن ما يستفز العقلية اليمنية أن الرجال يرددونه وراء المرأة على اعتبار أن هذه المرأة بما أنها من الزينبيات كما ورد فإنها مقدمة على غيرها من هؤلاء الأكاديميين. وبالتالي يعني نحن هنا لسنا بصدد التفريق بين الرجل والمرأة، لكن لمجرد أنها كانت من هذه الأفكار الطائفية أو منتمية لها أو قيادية في هذه الأفكار فإنها قدمت على كل هؤلاء. وأنا أعتقد أن هذا أن ما جرى اليوم في جامعة إب هو طعنة في الأكاديمية اليمنية وطعنة في أخلاق وفي ضمير من رددوا هذا الهتاف في استصغار ومذلة واضحة. ليت أنهم غطوا وجوههم حتى لا تظهر بهذا الوجه البشع في مدينة إب، وهي مدينة الملكة أروى ومدينة الحميريين وهي مدينة ظفار عاصمة دولة حمير القديمة. ما حصل اليوم هو إساءة لتاريخنا، إساءة لرموزنا، إساءة لتعالفنا الاجتماعي ونسيجنا الاجتماعي المتعالف. نعم دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإشارات والتحليلات والإدلاءات التي شاركتنا بها. وفي الحقيقة يعني هذه الحادثة لا تعكس إب ولا بيئتها ولا حاضنيتها، فهي بيئة طاردة رافضة للميليشيات الحوثية. جمعت الحوثية أنصارها في ذلك المكان وعملت هذه البهرجة الإعلامية لهدف طائفي بحث، أليس كذلك؟ ينبغي أن نتكلم عن هذه النقطة من زاويتين. نعم في دقيقة قبل أن نخرج إلى الزاوية الأولى، ينبغي أن نعلم أن هؤلاء يحرصون على الإرهاب الإعلامي والبهرجة الإعلامية والهملجة والطملجة الإعلامية والطبال والزمار بشكل كبير جدا لإرعاب الناس، لإخافة الناس، لإقناع الناس إلى غير ذلك. نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا ينبغي علينا أن نستقل من قدر العدو، فالعدو يحشد ويعمل ويقدم ويبذل ويسعى ويدعو ويضحي ويصنع كل ما من شأنه أن يزيد من رصيده البائر الفاسد الكاسد، مما يستوجب على جميع المسلمين في اليمن أن يقفوا صفا واحدا جنبا إلى جنب ضد هذه الطائفة العنصرية الهمجية الدعية على الإسلام والمسلمين وعلى القيم. ينبغي على الجميع ألا يظنوا أن الأمر عبارة عن بروفة أو عبارة عن شعار وانتهى، لا، القوم يسعون ويعملون. يعني تصور حينما يأخذوا ميزانية الدولة ويجهزون منهجا دراسيا مخالفا لما أعده علماء السنة من الزيدية والسنة من الزيدية والشافعية على حد سواء. يعني تصور حينما يأخذون واردات الدولة ويقيمون مثل هذه الدورات التي يغيرون ويفبركون ويغسلون من خلالها عقول الشباب والناشئة والأطفال. تصور أخي الكريم حينما يسعون بكل الوسائل للطعن والتشكيك بدلائل القرآن العظيم، وأن القرآن إنما هو القرآن المتكلم
الناطق الحوثي فقط، وأن القرآن هذا ما جاء إلا ليوافق القرآن الناطق المتكلم. تصور حينما تنكر السنة وتنبذ ويطعن في أبي هريرة ويطعن في أبي بكر وعمر وعثمان ويطعن في يعني 120,000 من الصحابة، ما أثنى الله على أحد بعد الأنبياء والرسل كما أثنى عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. فالمسألة وراء الأكمة ما وراءها مما يستوجب على الأمة التيقظ والتنبه منذ أن بدأوا من مران ومن صعدة إلى أن ابتلعوا اليمن، ومع ذلك اليمن هي مقبرة الغزاة وهي مقبرة الروافض عبر التاريخ. فمهما كان أيها الحوثي، اعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن اليمن ستلفظك، ولا مكان لك ولا مقر لك ولا قرار لك في اليمن. اليمن بلد الإسلام، بلد التوحيد، لا مكان لك بأي حال من الأحوال. وقد جاء قبلك، وقد جاء قبلك ابن عمك علي بن الفضل وملك اليمن 16 أو 17 سنة، ثم انقلبت اليمن رأسا على عقب عليه، ثم أصبح في مزبلة التاريخ، ولا أراك إلا مثله وأسوأ منه. ولا أدل على ذلك على أب ورفضها لمثل هذه الأفكار. الثورة التي قامت بها في غضون 48 ساعة كانت قد سيطرت المقاومة على معظم مديريات أب لولا سوء إدارة ودعم هذه المقاومة التي أدت بها بعد ذلك إلى الانحسار، لم تجد الإمداد القادم. وبالتالي فعلا أب ليست حاضنة لمثل هذه الأفكار. كل ما قامت به الميليشيات جمعت أنصارها وصنعت هذه البهرجة الإعلامية حد وصف الشيخ محمد دراجي حظ منسقية علماء ودعاة اليمن. شاهدنا سنخرج إلى فاصل قصير، نعود ونكمل حوارنا مع ضيفنا هنا الشيخ محمد راجح عضو منسقية علماء ودعاة اليمن، عضو جمعية علماء اليمن وأحد علماء ووجهاء محافظة إب. ابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو عضو منسقية علماء اليمن وعضو جمعية علماء اليمن الشيخ محمد راجح. شيخ محمد اهلا وسهلا بك، حياكم الله. نناقش سويا اليوم قسم الولاية الولاء لميليشيات الحوثي وارتباطه بخميني ايران، واستكمالا لهذا الموضوع اسقطت الميليشيات الحوثي كما اشرت شيخ محمد الدولة، اخذت كل ميزانية الدولة واموالها، تركت مرتبات الموظفين وركزت على أنشطتها الخاصة التي ذكرتها مما تسميه مراكز تحفيظ وتسميه أيضا طباعة وإعادة المناهج التعليمية إلى غير ذلك. هذه الإنجازات التي قام بها الحوثي، وبالتالي كيف يمكن للشعب أن يقف أمامها؟ أولا ممكن تسمح لي أن أسرد 10 نقاط على جناح السرعة أبين فيها المشاريع الحوثية والإنجازات الحوثية العملاقة. هذه المشاريع تتلخص في 10 عناصر أوجهها للشعب اليمني عموما ولأهل إب خصوصا. المشروع الأول دمار المساجد ودور تحفيظ القرآن التي وصلت إلى 578 مسجدا ودارا للتحفيظ دمرت منها بالكامل ومنها جزئيا. ثانيا مصادرة مرتبات الموظفين يعني للدولة، وبينما المشرفين عندهم المليارات والموظفون يموتون جوعا. ثلاثة نهب ميزانية الدولة والبنك المركزي والمشتقات النفطية والغاز والجمارك والضرائب وكل واردات الدولة. رابعا القتل والإبادة والمقابر الجماعية التي لم تكن في زمن مضى. خامسا اقتحام البيوت وتفجيرها ونهبها وتدميرها. سادسا نشر الشركيات والخرافات والتشكيك بثوابت الإسلام كالقرآن والسنة والصحابة وأمهات المؤمنين. سابعا الاعتقالات والسجون ومصادرة الحقوق والحريات. ثامنا التهجير القسري وفرض الهنجمة بقوة السلاح. تاسعا التبعية المطلقة للمجوس ولإيران. عاشرا الطائفية والسلالية والمذهبية والعنصرية. وبالمقابل نحن نسأل الشعب اليمني، كم مدرسة بنى الحوثي منذ أن جاء؟
كم مسجدا بنى الحوثي منذ أن جاء، كم طريقا شقها الحوثي منذ جاء، كم وفر يعني مستشفى للمسلمين منذ أن جاء إلى يومنا هذا، ما هي المنجزات، كم أطعم من جائع منذ أن جاء، كم نزل من قيمة الريال اليمني أو رفع من قيمة اليمني الريال اليمني منذ أن جاء، يعني خرب الدين والدنيا على حد سواء. اليوم اليمن يعني تحت خط الفقر، تحت الصفر. اليمن اليوم تعاني من كل أنواع التخلفات، أفسد الدين وأفسد الدنيا وأفسد العقول. اليوم كم من قتلى وكم من جرحى وكم من مرضى منذ أن جاء الحوثي إلى يومنا هذا؟ ما الذي خففه الحوثي من هذه المعاناة؟ بل هو سبب الأسباب ومصيبة المصائب وكارثة الكوارث، ومن أعانه فإنه يكون معه على حد سواء. فهل يمكن للعقول أن ترضى بعد أن ترى هذا البلاء وهذه المصيبة وهذا النزوح وهذا السطو وهذا السلاح وهذه الإبادة؟ هل يمكن للشعب اليمني حينما يرى مشرفا سكيرا قاطعا للصلاة، كان بالأمس قاطعا للطريق يتمتع بالمليارات، ويرى أستاذا جامعيا يشتغل كدادا ويشتغل حمالا، أي جريمة هذه؟ بأي عصر نعيش؟ بأي عقلية نتفاهم؟ المسألة عدت العقول والنقول، المسألة أصبحت في يعني في هاوية، في يعني في 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 منحرف سحيق عظيم، مما يستوجب على اليمن أن تعيد الحساب وأن تقف لهذا الحوثي وأتباعه بالمرصاد. إيه نعم. ولولا الله عز وجل أولا وأخيرا ثم عاصفة الحزم والجيش الوطني والمقاومة الشعبية لكانت أعمال الحوثيين تجاه الشعب اليمني أفظع بكثير مما هي عليه الحال. وهذه النقطة بالتحديد سأستكملها معك. دعني أشرك معي في هذا الحوار أيضا الباحث والكاتب السياسي الأستاذ ثابت الأحمدي. أستاذ ثابت أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز وبالمشاهد الكريم، أهلا وسهلا بكم جميعا. مرحبا. يعني أثار قسم الولاء لميليشية الحوثي الذي كان في جامعة إب هذا الصرح التعليمي الكبير استياء الشعب اليمني بشكل عام، ليحلفوا ويتولوا من يريدون في بدروماتهم وفي أماكنهم الخاصة، لكن هذه الجامعات وضعت للعلم والتعليم وتثقيف العقول وبناء الأجيال لما فيه مصلحة الوطن. كيف قرأت أنت الحدث وما هدف الميليشيات من ورائه ودلالات الرفض المجتمعي له؟ عزيزي، إن يقسموا فقد أقسم أخ لهم من قبل، وهي النازية الهتلرية لهم قسم، ولهم حتى نفس الحركة في رفع اليد التي كانت النازية تجبر المواطنين في المناطق التي تغزوهم على رفع اليد وأداء القسم بنفس الطريقة، ومن لم يقتن قتل فورا لتوه، وما عاد انتهت النازية وعنفها وبشاعتها وعاد السلم وعاد صوت العقل من جديد. العنف والتطرف ملة واحدة. يوم الولاية، يوم الغدير، هذه خرافات وهذه أساطير من الميثولوجيا من التي لا يمكن أن تندرج استطلاقا في يعني في مسائل العقيدة أو في مسائل حتى الفقه أبدا. يتألقون بوهم نص كيفوه حسب مفاهيمهم هم، أو حسب بالأصح رغباتهم وميولاتهم، يعني من كنت مولاه فأليون مولاه حد قولهم أو حد قول الرسول في الحديث الشريف. لكن لو نظرنا إلى نص آخر، سلمان منا آل البيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في نص آخر سلمان منا آل البيت، يعني أيهما أقرب إلى العرض وأيهما أقرب ربما حتى إلى العرض، سلمان منا آل البيت أو من كنت مولاه فعلي المولاه، يستطيع أي طرف أو أي جماعة أخرى تقول الحكم لنا والحجة لنا يعني تحت ذريعة أو مزعوما كنت مزعوما سلمان منا آل البيت. هذه كلها نقص تاريخية لم تعد ناتئة اليوم ولم تعد من الحاضر وليست من المستقبل في شيء. وعلى أي حال سنتهيت الجماعة وعنفها وبشاعتها كما انتهت كل الجماعات المتطرفة من سابق. هذه الجماعة لا وجود لها في العمق الاجتماعي وخاصة في منطقة إب التي فعلا يعني كان هذا القسم أو كانت هذه الفعالية يوم مثيرة إلى حد بعيد، وللأسف كشفت عن وجود وعن أقنعة
كنا نظنهم رجالة تنوير، رجالة فكر، رجالة سياسة من أساتذة الجامعة، لكن للأسف كان بعضهم ربما كالبائع بالجملة أو كتجار الشنطة، وقد يكون ربما لبعضهم مبرر الخوف وعدم الأمل لأن هذه الجامعة لا تحترم الرأي ولا الرأي الآخر ولا تؤمن بحق الاختلاف مع أحد. نعم، الأستاذ ثابت الأحمدي الباحث والكاتب السياسي كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ ثابت. أعود إلى ضيفي هنا الشيخ محمد راجح. الشيخ محمد، أشرنا إلى كيف بدأوا تلك البداية الإجرامية الفظيعة، بداية تفجير المنازل، تفجير البيوت، تفجير دور القرآن، اعتقالات، حتى جاءت عاصفة الحزم وجاءت المقاومة الشعبية وأنشأ الجيش الوطني وتكون وتشكل، فهدأت نوعا ما مثل هذه الجرائم وبدأوا يستخدمون أساليبهم التكتيكية في إعادة غسل عقول الأطفال الذين هذه العقول صافية لم تلوث من قبل. بالتالي كيف كان الحال لو لم يكن لدينا الجيش الوطني مثلا ولم نكن في هذا المستوى في الحرب معهم؟ لا شك ولا ريب أنه لو لم يكن هناك مقاومة وجيش وطني وما حصل من التحالف وغير ذلك من هذه التدافعات التي يعني قدرها الله جل وعلا، يعني لبلع اليمن عن بكرة أبيه بلا شك. ثم الحوثي يسير بطريقين، الطريق الأول نشر الأفكار الإجرامية الظلامية الإجرامية الجهنمية، والأمر الثاني استخدام القوة والعنف. لماذا؟ لأن هذا الفكر لا يمكن أن ينتشر إلا بالقوة، ولا يمكن أن يصل إلى السلطة أيضا إلا بالقوة والعنف. ولهذا قال حسينهم الحوثي الأول الهالك لما قيل له لماذا لا تترشحون في الانتخابات وتفوزون بحسب التصويتات، فقال لو بحثنا عن الحكم عبر الصندوق لن نصل إليه ولا بعد ألف سنة، ولا بعد ألف سنة. قال ولكن الطريق الوحيد الذي يمكننا من الوثوب على السلطة الخروج بالسيف، يعني القتال، الخروج على الدولة، الانقلاب، يعني ما حصل اليوم. فالشاهد أن هذا الفكر الكهنوتي الرجعي لا ينتشر إلا في وقت الفتنة ولا ينتشر إلا بالسيف. أما الفكر المعتدل والمنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة، فإنه لا ينتشر إلا في وقت الأمن ولا ينتشر إلا بالهدوء والأمن والاستقرار والفكر. فبناء على ذلك هؤلاء سرطان، ليس لهم إلا القوة، قوة الدولة لتقف ضد هذا الفكر بكل ما أوتيت من قوة. شيخ محمد، كيف يمكن للدولة أن تقف ضمن يعني في وجه هذا الفكر، خصوصا أن الفكر يجب أن يواجه بالفكر الجماعات المسلحة الحوثيات، ويواجهها اليوم الجيش الوطني ويخوض معاركه ويتقدم وينتصر في أكثر من جبهة، لكن فيما يتعلق بمعركة الفكر إلى أي مدى الحكومة الشرعية أيضا تبذل جهدها في هذا الاتجاه؟ على كل حال هناك تقصير كبير سواء من الحكومة الشرعية أو من غيرها، ولو لم يكن هناك تقصير ما ظهر مثل هذا السرطان القاتل وهذا الولاء وهذا النباح والصراخ والعويل في وسط جامعة إب أمام العالم أجمع، يعني بهذه الطريقة الاستفزازية الانتهازية. فيستوجب على الحكومة الشرعية أن تكثف الدورات الشرعية والتوعوية والإعلامية، وأن تقيض وأن تدعم القنوات مثل هذه القنوات وغيرها التي تنشر الدين والعقيدة وتنشر التوسط والاعتدال وتفقه الناس وتعلم الناس وتوعي الناس. لأنه هنا قد يقول قائل إذا كنا سنوظف المدارس والجامعات وغيرها مثلا توظيفا طائفيا فما الفرق بيننا وبين الحوثيين؟ لا، نحن على حق وهم على باطل. نحن على الأصل توظيفا طائفيا، نحن كنا ولا زلنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش الناس في ظل النظام الجمهوري محكما لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سائرا على نهج كتاب الله وعلى نهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش الناس في اليمن حياة رغيدة في ظل النظام الجمهوري زيدية وشافعية حتى جاء هذا النشاز. فنحن على الحق وعلى الصواب، يعني لأننا ندعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فإنه يدعو الناس إلى يعني تبعية إيران والفرس والصفويين
ويدعو الناس إلى الطعن بالصحابة، ويدعو الناس إلى الطعن بأمهات المؤمنين، ويدعو الناس إلى النيل من السنة والتشكيك من الصحابة والتشكيك من رواة الحديث والنيل من كتب الحديث، بل والطعن حتى من دلائل القرآن. فنحن على حقهم على باطل. فمما يستوجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا لنغسل العقول التي لوثت بسبب هذه الأفكار المتطرفة الإرهابية الإجرامية التي استباحت الدماء والأموال والأعراض، ونحصن العقول، ونحصن العقول، عقول الأجيال القادمة، هذه مسؤوليتنا جميعا. ثم أيضا أنا يعني أسأل يعني الإخوة في إب وفي اليمن، هذه التي تترنم بالشعار، هذه المكلف بين هؤلاء الرجال للأسف الشديد، يعني ماذا فعلت لكم في الماء؟ الناس يموتون ظمأ في إب الآن، أربع محافظات أو أكثر داخل مدينة إب وحولها. يعني ماذا فعلت للجوع؟ ماذا فعلت للغلاء؟ ماذا فعلت للشوارع المحفرة والمكسرة؟ ماذا فعلت للمصالح العامة؟ ماذا فعل الحوثي لهؤلاء الذين يموتون جوعا ومرضا وفقرا وفاقة؟ الذين يبيتون في الشوارع، الذين يبوتون في الدكاكين، الذين لا يجدون لقمة العيش، الذين لا يجدون قطرة الماء، الذين لا يجدون أي مقوم من مقومات الحياة. طيب بينما المشرفون يتنعمون بالملايين. هم فقط مركزين على الجوانب الطائفية وغسل أفكار الناس ويعني حكمهم وأخذ أموالهم بطريقتهم. يعني أختم مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد هزال، المسؤول الإعلامي لمنظمة رصد للحقوق. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا بك عزيزي الكريم وضيفك الكريم الشيخ الجليل محمد الأريح وجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. نعم أستاذ أحمد هزال، ترصد يعني انتهاكات الحقوق والحريات للمواطنين خصوصا في موضوع إب وفي محافظة إب، لكن لو وسعنا معك الحديث قليلا إلى ما يتعلق بوسائل الحوثيين في استهداف الأجيال، جرائمهم في غسل أدمغة الأطفال، وكذلك تغيير معتقدات حتى أفراد من الشعب اليمني، ماذا رصدتم في هذا الجانب؟ طبعا نحن كمنظمة رصدنا أن هناك معظم مدراء العموم وقيادات التنفيذية في المحافظة طلعوا صنعاء وجلسوا حوالي 10 إلى 15 يوم، أخذوا فيها دورات طائفية. طبعا معظم منهم أرغم ورغم أو قوة السلاح أو الخوف على الوظيفة وذهبوا إلى صنعاء، أخذوا فيها دورات طائفية. طبعا كانت من ضمن هذه الدورات تفسير مباني طائفية، لم تقتصر على الدورات التي في صنعاء، وإنما عملوا المخيمة الصيفية وهي فعاليات التي لم تعرفها من قبل. هذه النزعة الشيطانية الحوثية التي أتت من حضرات إب ليس لها قبول. المتواجدين الفيديو الذي عرض في جامعة إب دليل على ذلك، لا يوجد غير 10 إلى 20 شخص من المستفيدين أو أصحاب أو مدراء العموم القادمين على وظائفهم. لا يسقط اللوم على أبناء إب جميعا، الخوف هو على الأطفال. يعني أنا أرى أن دمار الحرب الدائرة الآن ليس جيدا أمام دمار الحرب الفكري التي تشنغل عقول الجيل القادم. ما يحدث الآن هي بسبب عدم الحاسم، بسبب تقاعس الشرعية والتحالف، هذا يؤثر سلبا على تغلغل هذه الماليشيات في الحارات والأحياء والمساجد ونشر أفكارهم الطائفية. ما يحدث في إب هي جزء من معظم المحافظات المحتلة، ولكن بالأخير نجد بعد تحرير أي مكان تنتهي هذه الفكرة، فكر هذه الطائفة وهذه الماليشيات من أي من طريق تحريرها، دليل أنهم يستخدمون ناس معينين وناس عدد الأصابع من يسردون من نهب الدولة هم يهون إلى هذه الدورات. الخوف على الجيل القادم والمدارس والتعبئة الموجودة، هذا خوف على الجيل القادم. طيب المناهج هذه خطوة سيئة جدا وستكون لها عواقب وخيمة إلى المدارس الشرعية والتحالف، ماذا يحدث في مدارس الأطفال وتعبئة عقول الأطفال. نعم الأستاذ أحمد هزال المسؤول الإعلامي لمنظمة رصد للحقوق كنت معنا، شكرا جزيلا لك لمشاركتك لنا. لأختم مع ضيفي هنا الشيخ محمد راجح، عضو منسقية علماء ودعاة اليمن وعضو جمعية علماء اليمن. بالتالي كما قال أحمد هزال
يعني هناك قلة في كل مكان تستغلهم هذه الميليشيات وتمرر من خلالها هذه الأعمال وهذه الأنشطة الطائفية، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، يعني هناك من سيذهب معهم إما بصدق أو بمصلحة، إما بعقيدة أو بمصلحة، لكن المجتمع اليمني ربما يرفض، بل بلا شك يرفض مثل هذه الأفكار. ما رسالتك له؟ رسالتي لليمن أن يقفوا مع الشرعية، وأن الشرعية يجب عليها أن تتقي الله، وأن تحارب الفساد والمفسدين، وأن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ويجب علينا أن نسعى جميعا لتأسيس قوة دولية أو قوة الدولة وتأسيس الدولة والنظام الجمهوري، ويجب علينا أن نسعى جميعا إلى حماية ديننا وعقيدتنا ووطننا وتراثنا وأمجادنا، ويجب علينا أن نقف لهذه الأفكار بالمرصاد. كذلك يتعين على أهل اليمن أن يغيروا على دينهم وأن يحافظوا على عقيدتهم، وأن يعظموا القرآن، وأن يعظموا السنة، وأن يعظموا الصحابة، وأن يعظموا أمهات المؤمنين، وأن يحرصوا على حراسة العقيدة وحراسة التوحيد، وأن يبذلوا من أجل ذلك النفس والنفيس والغالي والرخيص، وأن يعلموا أنهم إنما هم بدينهم، بعقيدتهم، بإسلامهم، بقرآنهم، بسنتهم، بنهجهم، بأصالتهم، بعروبتهم، بيمنيتهم، لن يبقى لهم إلا هذا الدين. فعليهم أن يحافظوا على دينهم، وأن يقفوا لهذه الشبهات بالمرصاد، وأن يحصنوا المجتمع، وأن ينظفوا عقول الشباب، وأن يعلموا أن أعظم جهاد للباطل أن يقفوا له بالمرصاد، وأن يلقحوا أبناءهم ويحموهم بحماية الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، والوقوف لهذا الباطل بالمرصاد. الشيخ محمد راجح، عضو منسقية علماء ودعاة اليمن وعضو جمعية علماء اليمن، أحد علماء ووجهاء محافظة إب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. جزاك الله شكرا لكم. شكرا لضيوفي أيضا الذين شاركونا هذا الحوار عبر الهاتف. موضوعنا كان عن قسم الولاء لميليشية الحوثي وارتباطه بخميني إيران. أشكرهم جزيلا، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو، وأشكركم مشاهدينا على المتابعة، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. استودعكم الله، وإلى اللقاء.